بس إن حضرتك كان عندك اعتراض على لفظ هو في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. يعني أنت حضرتك درس الأديان درستيهم، ودرس التوراة ودرس الإنجيل ودرس القرآن، وعارفة إن في القرآن إن ربنا بيقول عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إزاي عدت عليك دي؟ إزاي عدت عليك إنك تعترضي على لفظ؟ شوفي، أنا مش بتكلم في الألفاظ. أمال إيه؟ مش بتكلم في الألفاظ. أمال إيه؟ يعني حتى لما نيجي للغة، طب ما هي السماء مؤنثة، السماء هي صح، الله روح مش كده، وليس جسد. بنقول الروح هي، لا الله ليس كمثله شيء، احنا ما نعرفش هو روح ولا جسد. هندخل في الألفاظ، لكن لما نيجي للألفاظ بقى، في ألفاظ كثيرة جدا مؤنثة ترمز إلى الله، الله هو الروح، ولكن الروح مؤنثة، بنقول هي الروح. السماء أيضا، الأديان السماوية، السماء مؤنثة. فإذا لو جينا بقى للتأنيث والتذكير هنتلخبط بقى. ما أنا متلخبطة. لا هنتلخبط. طيب بس إيه؟ هنتلخبط. فإذا أحسن خلينا نخرج من اللفظ إلى الجوهر. كلميني في الجوهر. عند اللفظ في الجوهر. أنا مش عايزة أتكلم في اللفظ. لا ليه وقفتي عند اللفظ؟ ما أنت مش عايزة أقف، أنت اللي بتوقفيني. لا أنا دلوقتي بسألك عند وقفتي قبل كده عن اللفظ، أنت اللي قلتي، أنت اللي اعترضتي على هو. ما أنت بتاخدي من الصحف، ما خدتيش من الكتب. ما انت كل، انا باخد من على لسانك. لا كل اللي واخداه دي ما قالته الصحف، دي قضيه وكانت مرفوعه. ايوه، ما هو واحد بيعمل قضيه في الحزبه بيقول اي حاجه، ولذلك فشلت. كسبت القضايا، انا كسبت جميع القضايا. يعني انت ما قلتيش انا كسبت؟ مش ما قلتش. فرق يعني، برضو عاوز اقول سياق الكلام. يعني دلوقتي انا لما اتحاور معاك دلوقتي واقول ان الروح مؤنثه والسماء مؤنثه، ممكن ناس ياخدوا دي ويقولوا شوفوا الدكتورة نوال بتقول الروح مؤنث، ياخدوا الكلام مش في سياقه. يبقى حط الكلام في سياقه. مش عايزة احطه، انا مش فاضية، انا عايزاك تناقشيني في ما هو اهم من الالفاظ.